نتكلم عن بنشتغل بدون لك وانت ولا كمامات، من رغم الحصار اللي احنا فيه. الوضع صعب في قطاع غزه، مش قاعدين يعني ما بنقعدش. انا شغلنا مختلف عن الناس الثانيه، احنا لازم نجي على الموقع نشتغل بدينا. في ناس ثانيه بتشتغل عن طريق الدور في الدار، عن طريق الكمبيوترات، عن طريق هذا، بس احنا ما بنقدرش غير نيجي نشرف شخصيا، مش مشغل. نتعرض لمخاطر كثيره. انا كعامل بتمنى المشروع يتم على الاخر حتى نكمله ونجهز فيكس المتبرعين، يعني نتبرع بكل الفلوس عشان نخلص المشروع بسلامه ان شاء الله.